عمرك حدا اكلت كف بيجي هيك دبل كليك؟ لا هيو دبل كليك اللي نفضك. مين طفى الكهرباء؟ مين طفى؟ طبعا الفيديو اللي شفتوه ما له اي علاقه بالجيم، فقط فيديو كان بفر الضحك، شفته فوق 30 مرة بدون مبالغة، وكل مرة بشوفه كأني أول مرة بشوفه. ما بعرف مين صلعه لهالفيديو. الفيديو منقول من سيرفر ياهو على ديسكورد. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد 3-3 إير جيم. على فكرة جيم اليوم طاحن بكل ما تعني الكلمة من معنى. أول لاعب عماد باللون الأزرق السماوي أو باللون الصيان بجيش USA Air Force، حليفه بالطرف الآخر ستيلا بجيش GLA Stealth، وحليفه بالطرف الآخر أنونيموس باللون الأزرق بجيش تشاينا تانك، بالطرف الآخر ريل بجيش GLA Stealth، حليفه بالطرف الآخر ناروتو أو أنس بجيش USA Air Force، وحليفه أخيرا وليس آخرا بستوند بجيش الجيلي ستيلث. ممتاز جدا في درون استطلاعي من عماد على ارض ناروتو. والله كبراني شغلتك يا عماد، وصاير عم تلعب مع الشاويش. طيب ناروتو بعت دروب سريع على اويلات عماد على ما اظن، او بيلف وبيحول لعند ستيلا، بيروح لعند انفاق ستيلا لانه ما شاف وركرز، هو غايته يعمل وركر ديناي او كابتشر ديناي للاويل على ما اظن. ما بعرف شو عم يعمل هالدروب هذا، راح لعند عماد اول شيء او انونيموس، بالطرف الثاني راح لعند ستيلا، بعدين رجع نزل الرينجر نزله على الوركرز. حركة لا بأس فيها من ناروتو ببداية الجيم. طبعا في الريبيل دوزر لا والله جندي مرة تانية من ناروتو، حلو كتير. بيستوند باللون الأخضر باعت الريبيل على البايك، لو كان ووركر لا تفتح أنفاق. خلينا نشوف عماد من الطرف الثاني شو عم يعمل. عماد بلش رابترز بالطرف الثاني، ريل عم بيكابتشر الأويلات. طبعا لحد اللحظة هاي ما حدا كابتشر الأويلات بالنص. فاركو أو أنونيموس عفوا بيعت فليمر على خطأ يا أنونيموس بالطرف الآخر، بالطرف الاخر. طيب طبعا هذا من الدراجون تانك، هو بكون عامل له فاير ستورم على جيوش الخصم، بس هي الدراجون تانك بتعمل لورا، مش مشكله على كل حال. طيب ستيلا بلشت واحد وور فاكتوري، واحد باركس، واحد سبلاي، اثنين سبلاي، ولكن البايك موجود عند الوركر. طبعا الرينجر على الريبيل على البايك بيضرب اقوى. طيب ستيلا وانونيموس، في ضربه على فكره، في ضربه ممتاز جدا. انونيموس بيشيل اول رابتر لناروتو، ممتاز جدا، بيشيل ثاني رابتر على ما اظن، اول رابتر انشلت وراحت الجات من عند انونيموس. بالطرف الاخر عماد موجود بجيش اليو اس اي اير فورس، موجود بجيش الرابترز. والله شكله جيم حامي من البدايات. انا شفت الجيم على السريع كتير بس ما تعمقت بتفاصيله، شفته انه ابيك جيم ملحمي بيستاهل انه ينشر. بيستوند بيعت اثنين كواد عند ستيلا، حرامات يا ستيلا لو مكفي التنل، طبعا ما بتقدر تكفي لانه في قدامها رابترز. ما بعرف حركة التنل المتقدم على ارض اليو اس اي اير فورس لو كان مخفي هون او هون او بالمناطق العمياء كان افضل باعتقادي الشخصي، ما بعرف. كل لاعب عنده طريقه يلعب فيها. انونيموس يتقدم بجيش جالد. طبعا بالاير جيم فيك تاخذ تشاينا تانك، فيك تاخذ جي ال اي ستيلث، هذا شيء نسيت اقوله ببدايه الجيم، ولكن ما بتبني غير جاتلينك مع اوفرلورد وحده حسب ما بعرف، فقط وحده لحتى تشافي الجيش بدل من الجون كريبر. طيب انونيموس ممتاز جدا، بشيل اول رابتر وبجدد الهجوم على ارض ناروتو، بيحاول يفوت على ارض ناروتو. جاتلينجز بدون شينغان طبعا، ممتاز جدا، راحوا كب صراحه، كب للجاتلينج. بالطرف الاخر بيستوند بيحاول يقرب ويبش على ستيلا اللي متاخره بالسبلاي بسبب البايك. عماد بالطيران، طبعا جيم صعب على تيم عماد وانونيموس وستيلا على ما اظن. ريل وناروتو وبيستوند على ما اعتقد على ما اظن يعني اقوى بشوي من التيم اللي تحت. ضربه حلوه كتير من عماد، بيشيل فيه عدد كواد لا باس فيه.
ما لحقنا، كنت بدي اقرب الكاميرا، شال شي 3 و4 كواد بالطرف الاخر. انونيموس، انونيموس ممتاز جدا. جيوشو من وين عم تطلع يا شيخ؟ جيوشو فاتت من هون طبعا، بيكم من ناروتو، 2 بيكم من ناروتو مع فليمر، اداء حلو كتير من انونيموس، ممتاز جدا. الرابترز بيشيل اول رابتر وبيشيل اول مطار، لاحظ هالفاير ستورم الخرافي من انونيموس، بيشيل مطار بيشيل تاني رابتر. اخ ناروتو يعاني من بداية اللعبة. اليو اس اي اير فورس او بيشيل الشنوك ايضا. هالجاتلينج عملت مدابح صراحة بارض ناروتو. بالطرف التاني عماد، عماد بيشيل مبنى الترخيص، بيشيل مبنى الدروب، سترايكات حلوة عم بتكون صراحة. لاحظ انونيموس عنده جاتلينج بالطرف الاخر، رهيب 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 رهيب. انونيموس بيعت ريد جارد، ليش بيعت ريد جارد؟ لحتى يعمل كابتشر على ما اظن. اوه انونيموس بياخذ الاويلات، ممتاز جدا. وحش وحش حقيقي انونيموس، حلو كتير. ريل بيدافع عن ناروتو، بيدافع عن حليفه بجيش الطيران. وور فاكتوري في منتصف الخريطة، تانل من ستيلا. بالطرف الاخر انونيموس ما زال عم يبعث جاتلينكس على ارض ناروتو. بالطرف الاخر عماد بجيش الرابترز، الرابترز عم يتكاثروا. لاحظ انونيموس بين البروباغندا سنتر عند عماد، ظن منه انه امن، بس لا اظن انه امن لانه المستهدف هو اليو اس اي اير فورس على ما اعتقد، لو خفيته هون او هون ما بعرف. على كل حال انونيموس لحد الان عم بيقدم اداء جدا اسطوري، وجيش خرافي من الاسطوره ريل باللون الاحمر. جيش الكواد رح ياكل الجاتلينجز اكل. بالطرف الاخر عماد، عماد بيعمل سترايك على الكواد، بيخسر الرابتر. طبعا كنا بالفايت اللي هون. ريل ريل بالطرف الاخر يحاول التقدم على انونيموس، على ما اظن عماد كان لازم يعمل مساعدة لأنونيموس بجيش الطيران. هلأ التهى الطيران بالريلود يلي عم يعملوا ببيسو. طبعا ناروتو متأخر شوي بالطيران، ولكن ما زال موجود ناروتو الكبير. طبعا دبل على أرضه أنونيموس، ولكن يعني يا جبل ما تهزك ريح. لاحظ كم رابتر عنده، كأن شيئا لم يكن، كأنه ما دبل على أرضه أنونيموس، رجع طالع رابترز. أنونيموس أخذ الأويلات المتقدمة قبل أويلاته، هي حركة حلوة كتير من أنونيموس. ترك أويلاته لحتى يعمل تأخير عند الخصم، حلو كتير. جاتلينج مع شينغون، الجاتلينجز مع شينغون بتشيل الكواد بأريحية تامة. وعماد، عماد عماد في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب، عماد بيعمل سترايك على كوادات ريل. ناروتو من الطرف الاخر موجود، راح يعمل سترايك على الجاتلينج على ما اظن. وور فاكتوري متقدم من انونيموس مرة اخرى، استلا فتحة نفق بارض انونيموس للمساعدة. الجاتلينجز حلو كتير، لاحظ كيف حركة اسطورية من ريل. عدد الرابترز عند ناروتو بالجملة عم ينزلوا، للأسف عدد الرابترز بالجملة عم ينزلوا من جيش ناروتو. ريل بالطرف الثاني، بلس بلاك ماركت مع واحد وور فاكتوري. خلينا نشوف اذا حدا سحب باور. ستيلا لحد الان ما سحبت باور. عماد لاحظ هالويف الطيران الخرافي من عماد. وحده اوفرلود من فاركو مثل ما قلنا، او من انونيموس، اعذروني انا متعود على اسمه فاركو. عماد بحاول يعمل سترايك. عماد وينك يا عماد؟ وينك يا عماد؟ الفايت يتجدد ما بين انونيموس وبي ستون. ضربه لا بأس فيها من عماد. ضربة ممتازة من عماد، بيشيل عدد كواد لا بأس فيه. بالطرف الاخر انونيموس ممتاز جدا، بيخسر اوفرلورد، بيخسر جيشه كاملا، بيحاول يشيل الرابترز تبعوا الاسطورة ناروتو او انس يلي عم يرجع بيرتب اوراقه وبيرتب جيوشه مرة اخرى من بعد كل تدبيل عم بيصير على ارضه. انونيموس 3 اويل، راح يصيروا 2 اويل، ممتاز جدا. ريل بيدمر اول اويلات انونيموس. سبكتر من عماد على على السبلاي تبعيت ريل. بالطرف الاخر ناروتو عم يبني الاستراتيجي سنتر عند ريل. خلينا نشوف الجيم على ما اظن رجع لمرحله الهدوء. بالطرف الثاني ستيلا خسران اويل. ماي جاد، هاي لقطه ما شفناها. بيستوند خسران 2 اويل. طبعا عماد شالون بالرابترز، حركات حلوه من عماد. بارتيكل كالن كالعاده من عماد بجيمات الاير جيم،
بيطلع ببارتكل كانن سريع، وهي حركة صحيحة 100% لحتى او بومب تراك ممتازة جدا على جيوش ستيلا. بالطرف الاخر في ارتيلري من الانونيموس باللون الازرق على ارض الريل رايحة على السبلاي شك نزلة او على البلاك ماركت، ممتاز جدا بشيل البلاك ماركت تبع ريل. طبعا هاي الحركة جدا جدا بتضر ببداية اللعبة وخصوصا بالاير جيم، يشيل لك البلاك ماركت ويستهدف لك الاقتصاد من بداية اللعبة، حركة بتبكي صراحة. كاربت اير فورس كاربت هاي كمان حركة بتبكي من ناروتو على جيوش ستيلا، ممتاز جدا بشيل وحدة بدمج الاويل، ممتاز جدا حركة رائعة من ناروتو بشيل اويلات ستيلا لو بده يضحي برابتر. انونيمس متقدم اي سي ام مع ليش الاي سي ام؟ للباصات ليشتت الصواريخ ويوقف الباصات اللي 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 راح تكون خرافية من ريد، انا متأكد راح يفتح له شركة نقل داخلي بالباصات شركة نقل داخلي متأكد راح يبني عدد باصات رهيب. عماد حلو كتير بيشيل البناكر يلي بالنص، بيخلص من البنكرز يلي في منتصف الخريطة، لو باور عند الانونيموس، ما بعرف ليش بيني جاتلينج بالنص كمان للطيران، لاحظ بينية ورا الور فاكتوري، لاحظ وين عم يبني الباور، الله يعطيني نصف هالثقة يلي عندك انونيموس واموري بالف خير. ستيلا وانونيموس من الطرف الاخر، خلاص صار في جيش جراح، خلينا نشوف جيش ستيلا. طبعا ستوك كواد مش مطورين لحد الان على ما اظن، ما عنده ولا بلاك ماركت، لا والله عنده اثنين بلاك ماركت. طيب ستيلا وانونيموس تقدم جدا جدا حلو بجيش رهيب، وراهن عماد بالطيران. بالطرف الاخر ناروتو ايضا موجود، ناروتو المرعب بجيش اليو اس اي اير فورس، حلو كتير حلو كتير. الباصات اول باصات ريل، الباص من الممكن الاي سي ام، حرام لاحظ كيف الباص فات بقلبتنا. العماد عماد 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 بارض ريل بشيل بشيل الور فاكتوري، بيحاول يشيل البلس، نايس تراي عماد، بيحاول يشيل البلس محاولة جيدة ولكن البلس مازال شامخ. بالطرف الاخر بيستون مازال موجود، لاحظ الجليتش الكواد صارت بيضة. بالطرف الاخر انونيموس يحاول التقدم والدخول، ايتن سترايك اسطورية من ناروتو، شالت اثنين كواد فقط ولكن لو فرقت معه على الملي كان شال اوفرلورد. انونيموس يتقدم بجيش جرار بيستوند، بفضل يدافع عن حليفه ناروتو افضل من انه يرقد ورا انونيموس. انونيموس بشيل الشينوكس تبعول ناروتو، تدبيل خرافي من انونيموس بالتعاون مع ستيلا. لحد الان ستوك كواد لحد الان ما طورت الكواد. بالطرف الاخر اي بي بوليتس من بيستوند، الكواد مطورين، عماد ويف تاني، طبعا عماد عمل ديلي عند ريل ليش لحتى ما يرجع يطلع كواد ويساعد حلفائه. ناروتو بروح بجيشه ما بيقدر يعمل سترايك، مستحيل يقدر يعمل سترايك على جيوش انونيموس. طبعا انونيموس لما شاف الطريق مغلق على ارض ناروتو من قبل بيستوند راح وكوع لعند بيستوند. خلينا نشوف عماد شو عم يعمل من الطرف الثاني. ناروتو على ما اعتقد ضرب ارض انونيموس على ما اظن. الجيم جدا جدا متشابك مثل ما لك شايف الضربات. عماد 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 كاربت كاربت من عماد، تاني سترايك على ارض بيستوند، اداء خرافي من عماد صراحة. انونيموس بيستوند موجود في كل الاماكن، نفس الكوادات حطهم بالتنل ورجع طالع من ارضه، عم بيدافع عن نفسه وعم بيدافع عن انس بنفس التوقيت. انونيموس بجيش جديد على ارض ناروتو، من الممكن انه يعمل مدابح بالرابترز، بشيل عدد الرابترز لا بأس فيه. انونيموس مان اوف ذا ماتش صراحة. لاحظ ريل ماذا يفعل، ريل يحاول قلب الطاولة، بارتيكل كانن من عماد على البلس تبع ريل، بيشيل البلس بيشيل البلاك ماركت خلاص برياحة تامة. انونيموس من الطرف الاخر مدبل تدبيل خرافي على بي ستوند. عماد مثل ما انا ضرب البارتيكل كانن هون، ريل عم يرجع بيبني البلس مرة اخرى. ناروتو بالطيران بجيش الرابتر يحاول التقدم مرة اخرى. ريل يا الهي ريل فتح تنل، اين انت يا ناروتو؟ بشيل الباص ممتاز جدا، بشيل تاني باص لو بدي يخسر رابتر. ريل فتح نفق خرافي اكثر منه بارض عماد، يا وحش
يا وحش يا وحش يا ريل. بيفتح نفق تاني بأرض عماد، بيستغل الجيلي استلث. عماد بيسكر أول أنفاق بأرض أنونيموس. أنونيموس ما زال موجود على فكرة بأرض بيستوند. بيكن من ستيلا، أرتيلري من أنونيموس. جميع الضربات عبتكون بتوقيت واحد. بيحاول يشيل السبلايات، ولكن عماد بيسكر تاني أنفاق ريل. فيش ريل في كل مكان، أنفاق ريل في كل مكان. هاي الحركة خطيرة على أرض عماد، هاي الحركة جدا جدا خطيرة. أنونيموس على ما أعتقد بعد EMP أو ماي جاد على أرض اليو اس اي اير فورس. هاي خطيرة على فكرة، بالإمكان أنه تسقط طيران عماد بالكامل، ولكن طيران عماد أوريدي سقط. ريل بيحاول يمشط، دفاع حلو من ستيلا على أرض عماد. على ما أظن جابت جيوشة، عملت بوب من هالنفق اللي هون ودافع. الدفاع حلو عن عماد، ممتازة جدا هاي الحركة. السنيك أتاك جديد انفتحت، خلونا نشوف ونكتشف من مين. سنيك أتاك على ما أظن هون انفتحت من ريل. يا وحش يا وحش يا وحش، فتح 3-4 أنفاق بنفس التوقيت. كيف عم تلحق؟ كيف عم تلحق 3-4 أنفاق بنفس التوقيت على كذا أرض؟ ما تنسى عنده باص هون. بيرجع بيفتح نفق تاني هون. ريل عنده باص هون. أنتراكس انضربت، خلنا نشوف لوين. ما زال بيعمل بوب على فكرة، بده يشيل اليو اس اي اير فورس. طالما شال اليو اس اي اير فورس خلص أموره بالسليم. في أنتراكس انضربت على أرض ستيلا لحتى توقف سبام الكواد اللي عملته. دفاع كان حلو من ستيلا وما زال حلو من ستيلا على أرض عماد، على أرض حليف عماد، ولكن للأسف لهلأ ما طورت الكواد. أنونيموس من الطرف الآخر بجيش كاتلينج مع الإيسيم بيخلص على أرض بيستوند على ما أظن. خلاص فنش أرض بيستوند. بيستوند بيحاول يبني بأرض حليفه ناروتو. صعوبة على الفريقين صراحة، أداء جدا حلو من الفريقين. ريل آخر كواد من ريل. ستيلا تنقذ عماد صراحة، أنقذت عماد بدون مبالغة. لو أني عم كرر هي الفكرة كذا مرة، ولكن لولا ستيلا كان عماد جي جي على ما أظن. ولكن اليو اس اي اير فورس دائما حلفائه بيدافعوا عنه. هذا مش خطأ من عماد، مش مقصد كلامي يقول انه في خطأ من عماد. ارورا من عماد ورابترز من ناروتو على الجاتلينج، راحت الجاتلينج كانن طبعا. الارورا على الدروب زون، يا سلام اذا بترجع وبتوصل للارض. لا اعتقد. بوب، يا سلام رجعت سالمي غانمي الى الارض. سبكتر من عماد، ضربات على الاقتصاد. انونيموس ما زال موجود بالطرف الثاني. هالبلس راح يكلف كتير. لاحظ على ايتين سترايك من ناروتو خرافية على جيوش انونيموس. وريل بيعمل بوب جديد. الاي سي ام بيشتغل شغل اكتر من اسطوري، بوقف اثنين كواد. لاحظ كيف موقف اثنين كواد. الجاتلينج كمان عم بيشتغل شغل اكتر من اسطوري. هنشوف للطرف الاخر شو عم بيصير. يا الهي، جيم متشابك ومعقد. ما بتلحق تشوف الضربات. اقتصاد ستيلا وعماد ممتاز جدا على فكرة. طيب خلينا نشوف ارض عماد. راح يرجع يطلع رابترز، راح يرجع ناروتو بيضرب الباور، بيشيل الور فاكتوري اللي هون. ضربات حلوة من ناروتو عم تكون، ولكن للأسف ما عم لحق كل الضربات اللي عم تصير. أنونيموس بالطرف الثاني بينسحب طبعا. السلة بتخفي له جيشه. الجيلي استلث بيقدر يخفي جيش حليفه. تشاينا تانك، طيب ممتاز جدا. ناروتو يعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى، بيلعب بالأرورا حتى يشيل دروب زونات عماد. بالطرف الآخر في كاربت انضربت على أرض ريل. عماد حلو كتير بيشيل دروب زونات، بيلقوط دروب زونات. هالبوب الخرافي من ريل. إيزي كاش باونتي 400 دولار، 400 دولار من ريل. بالطرف الآخر والله شيء من ريحة سنيك أتاك راح تكون خطيرة، والله أعلم صدقا ما بعرف، ولكن شمم ريحة سنيك أتاك. النووي تبع عماد صار جاهز، ما بعرف وين راح ينضرب. ناروتو مع كاربت ممتاز جدا، بيضرب القاعدة لحتى يوقف له التطويرات. ضربة أسطورية من الكينج ناروتو، ضربة رائعة جدا من ناروتو. ناروتو عنده دوزر هون، ما بعرف شو عم تعمل. عماد بيضرب البارتيكل مرة أخرى، لوين هالمرة؟ على بلاك ماركت، على الاستراتيجي سنتر. حلو كتير عماد. السبكتر من ناروتو، يا سلام اذا بتروح بالبارتيكل، ما راحت بالبارتيكل. سبكتر جانشيب من ناروتو. سنيك اتاك، قلت لك شيء من ريحه سنيك اتاك من وحش الانفاق ريل. بيستغل جيوش عماد، عم تعمل ريلود. لاحظ عماد فريز مع فيول بومب. او ماي جاد،
ممتازة جدا، بيشير فيها السنيك اتاك بشكل خرافي جدا عماد. ستيلا من الطرف الاخر بتحاول تدافع عن عماد. السبكتر ضربت البلاك ماركتس تبعوا ستيلا، خلاص خلاص اقتصاد الفريق التحت صار اقوى على ما اظن. تدبيل انونيموس ببداية اللعبة على بيستوند كان خرافي صراحة، تدبيل انونيموس كان له الدور الاكبر صراحة بموازين اللعبة. والبارتيكل تبع عماد الما بيرحم اللي ضرب فيه المفاصل الأساسية بأرض ريل، ولكن ريل ما زال موجود حتى اللحظة. ريل ما بيستسلم بسهولة، يعني وحش باللعبة وحش بالأنفاق حرفيا بكل جيماته، بيفتح أنفاق لا تصد ولا ترد. مثل ما شايف حتى الشباب حاليا بيكلفن كل تطويراتهم لحتى يسكروا فقط أنفاق ريل، يعني الموضوع مش سهل أبدا على التيم اللي تحت. الجيم بعد ما انتهى ايتن سترايك من عماد متوجهة إلى أرض ناروتو، خلنا نشوف شو بده يضرب فيها. طبعا ما في فايتات، بوب حلو من ريل رح يشيل الايتن بسهولة تامة، أول ايتن تاني ايتن خلاص ينقذ ناروتو من ايتن سترايك. ريل يحاول التقدم، لحظة البوب نزلهم بس عشان يشيل الايتن سترايك. هون ضربة من ناروتو انونيموس، ناروتو has been defeated، ناروتو has been defeated بعد ما انونيموس شال طيرانه بالجاتلينكس. عمل سترايك على ارض انونيموس. انونيموس على فكرة كمان مكيك، ما عنده شيء غير وور فاكتوري وباركس. ناروتو ضرب ضربة بأرض أنونيموس، أنونيموس رجع شال جيوش ناروتو بالطيران، لم يتبقى سوى ريل وبيستوند بساحة المعركة. عماد بيعمل سترايك أيضا، لا والله بعد ما عمل سترايك. ستيلا حلو كتير، ستيلا بجيش مخفي وسنيكي نصه مخفي مش كله. ستيلا بأرض ريل أو بأرض ناروتو سابقا بتشيل المطار. هجوم حلو من ستيلا، ممتاز جدا الهجوم على ارض ريل. ما بعرف اذا راح يعمل بوب جيوش ريل، حرام جيوش ريل بعيدة. سكات ستورم من ستيلا، نووي جديد من ستيلا. انتراكس حلو كتير من ريل، وحش وحش والله ما بيستسلم، وحش حقيقي ريل. بيستون بالطرف الثاني بيحاول يدافع عن حليفه ريل يلي ممكن انه يعمل كومباك بالطيران، يعني مش كتير صعبة على ريل على فكرة. طيب ببيع المطارات وبهالهجوم اظن صعبة صارت، خلاص بعد ما باع المطارات خلاص 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 خلاص. بالطرف تاني بيستون بيحاول يزيد عدد كواداته، بيحاول يزيد جيشه لحتى يشيل هالجيش يلي بعته ستيلا على ارض على ارض ناروتو سابقا. ارورا من عماد بيشيل فيها الدروب زون، عماد لاحظ بيصطاد بالمي العكري، بيستغل سنيك اتاك جديده من ريل على ارض عماد. وبالطرف الاخر ستيلا وانونيموس خلاص بيخفي الجيش. عماد حلو كتير بيشيل اول كواد، تاني كواد، ثالث كواد، حلو كتير. انونيموس بوقف جيوش ريل بالكامل، والسنيك اتاك عم يتسكر بلحظات لانه عيونهم كلهم على السنيك اتاكات تبعوا ريل. ريل هاز بين ديفيتد، بيستوند بيستوند بيستوند. في سنيك اتاك اخيرا فتحت، ما بعرف وين صراحه مش مبينه. من ستيلا سنيك اتاك على ارض بيستوند، اظن اخر سنيكي في اللقاء اليوم. بيستوند هاز بين ديفيتد، ممتاز جدا، جيم كان رائع جدا، تدبيل كان خرافي جدا من تيم انونيموس عماد وستيلا. اتمنى انه كان فيديو ممتع، رجاء ما تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ورجاء اترك لنا كومنت وعطينا رايك بهالفيديو. بشوفكم بالفيديوهات القادمة، كان معكم اخوكم علاء رضا، والسلام عليكم. عمرك حدا اكل كف بيجي هيك دبل كليك؟ لا هيو دبل كليك، لان اللي نفضك مين طفى الكهرباء؟ مين طفى الكهرباء؟